عودة من جديد مشاهدينا الكرام، أكيد مو بس 2024، كل السنوات دائما احنا نقول بختامها وبنهايتها نقول الحمد لله والشكر يا رب على كل الأقدار وكل الأحزان وكل الأفراح اللي قدرتنا بها واللي انطيتنا إياها، فالحمد لله والشكر على الصحة والعافية، يعني بداية إنه إن شاء الله السنة تنتهي على خير وعلى بركة وعلى رزق للكل، ودائما احنا نقول إنه إن شاء الله تغير للأفضل أحوالنا وأقدارنا وفتشي يتجدد، أمل جديد يتجدد. أنا دائما أتفائل بنهاية السنة، يعني بشهر 12 من بدايته من يوم 1/12 إلى 30/12 دائما أتفائل بهذا الشهر، أقول إن شاء الله أكو تجديد، أكو دائما يعني بيني وبين نفسي يعني يقول اللي يصنع الهدف بداخله يوصل له، فأنا دائما أقول يا رب إن شاء الله السنة الجديدة تحقق كذا أهدافي، فدائما شهر 12 أعتبره إنه أخطط بي أنا. ما تخططين للسنه الجايه شنو راح تسوي؟ يعني انا عندي هيك افكار، انا اتذكر بحلقه راس السنه اذا تذكرين سره كنا ويا البنات سويه ودا نحكي شنو خططكم ومشاريعكم، فقلت انا هاي السنه حابه اسافر اكثر من اي سنه غيرها، الحمد لله انا حققت هذا الشيء، بس مع هذا انا ما اعتبرها من السنين الناجحه في حياتي بصراحه، يعني كانت السنه صعبه جدا من كل النواحي، اللي اتمنى اكيد انه تكون السنه القادمه اسهل واقل يعني عقبات وصعوبات، لكن في كل خير وشر دائما احنا نقول الحمد لله على كل حال، انه رغم الصعوبات ورغم المطبات اللي يمر بها الانسان هو قدر انه يوقف على رجله وقدر انه يبقى بهذه القوه، هذا الوحده اكيد يعني انجاز الحمد لله. الحمد لله. شوفي اني هسه تقولون هاي شنو يعني تحكي بعالم مال خيال، بس انا تعلمت فعلا الامتنان كل شيء مهم، فحتى من صارت لي مثلا ظروف خلال هاي السنه كانت سيئه خلينا نقول، انا قلت الحمد لله اكيد رب العالمين كان خالي خير من خلال هذا الشيء اللي احنا من منظورنا دائما نشوفه سيء، فبالنسبه لي اشوف سنه 2024 كانت سنه حصاد لهواي تعب انا تعبته بالسنوات الفاتت، يعني فبالنسبه لي الحمد لله بالاشياء الايجابيه والسلبيه اللي شفتها بها انا ممتنه من عندها واقول الحمد لله، يعني مثل ما ذكرت الدكتوره السنه الفاتت كنا قاعدين هنا ودنسولف يعني خلال السنه ايش مر ويانا وايش صار ويانا، يمكن انا السنه الفاتت كانت خلينا نقول سيئه مثل ما ذكرت الدكتوره انه لا السنه اللي فاتت كانت احسن، انا السنه الفاتت كانت كلش سيئه ومتعبه بالنسبه لي، بس الحمد لله من شكرت وحمدت وعرفت ليش كانت سيئه من منظوري، تعلمت الدرس من عده وبديت فعلا من اقول اتعلم درس من شيء سيء، هاي حقيقه أكيد انا بديت اتعلم، يمكن لو كنت اصغر ما كنت افتهم هذا الموضوع ولا ادري هذا ايش يصير وياي وليش، بس من شخص من يكبر همتين يبدي يفهم ليش يصير وياي هيك، استفاد من الدرس اللي رب العالمين خلاه بطريقي واتعلم من عنده. حلو يعني اثنيناتكم يعني حلو بها احزان وبها افراح، انا كذلك انه هاي السنه صراحه تعلمت بها، قبل شوي حكيت لك قبل البرنامج انه تعلمت بها انه الصراحه هواي اشياء حسيتها انه سنه دروس بالنسبه لي، يعني الصديق السيء، الانسان اللي يسند، مرات اكو انسان بس كلام تحسي، بس مرات تصير عندك فد موقف او فد فعل تكتشفين الحقيقة، اكتشفه بهاي فهاي السنة اكتشفت هواية عالم، فالصراحة قبل شوي مثل ما قلت لكم انه اني غربلت عالم هواية، يعني اللي زين بقيته بحياتي واللي يعني الصراحة انا صراحة هم غربلنا هواية عالم، يعني الصراحة يعني وبنفس الوقت اكتفيت اني انه هسه صار عندي فد، قبل شوي قلت لك انا بدي اخطط، فاني خططي للسنة الجديدة ان شاء الله عملي وبيتي فقط، اكو امور صحيح. اكو امور ما لها اي داعي انه اني انطي وقتي لكذا شخص او كذا صديقه او انطي مكان ما انطي وقتي، يعني هذا الوقت استثمره، فتعلمت انه بهاي السنه انه استثمر الوقت، يعني الوقت كلش ثمين فعلا كلش ثمين. زين خلينا نحكي شوي على المخططات ما دام اجينا وصلنا لهذه المرحله، يعني انه شنو ناويين شنو نواياكم انه السنه الجايه، احكي لنا سرا بما انه قال هسه جا شنو افكارها اللي عندنا هي لازم ما يقولها واقضي حوائجكم، يعني الاشياء اللي تنقال الاشياء اللي تنقال التوفيق اكيد من رب العالمين، الاولاد نفرح بهم، انا بالنسبه لي يعني اولادي ان شاء الله رب العالمين يفرحني بهم، انا ماتين مثلا عانيت ويا بنتي بصف سادس لانه كانت من الاوائل وتاذت وما كانت تقدر تجيب معدل وعادت السنه، فخلي اقول مثلا انه اتمنى لهم التوفيق، حالي من حال هوايه امهات ممكن مروا بهذا الموضوع، اتمنى للناس اللي حوالي عائلتي المقربه انه يكونون دائما سعيدين ويتوفقون بامورهم، اللي هي هاي الامنيات اللي اي شخص ممكن يتمناها لعائلته واسرته،
وبالنسبة لي رب العالمين أنا دائما مؤمن أنه كاتب لي شيء أفضل حتى بالأشياء اللي أنا أنظر لها من منظور سيء، وأقول ألف الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. شوف يعني أتمنى أنه السنة الجاية تكون سنة سلام إن شاء الله. هواية كان أكو يعني مشاكل وحروب وهذه، طبعا إحنا نعرف هذا الشيء على الصعيد العربي بشكل عام. صحيح. أتمنى أنه تكون السنة الجاية أهدأ، يعني مثل ما يقولون بزعنا من هذا الوضع، التعب الناس الهواية فقدت ناس تحبها خلال سنة 2024. أتمنى يعني أنه السنة الجاية تكون سنة أكثر سكينة وسنة أكثر راحة وسنة أكثر أمان بالنسبة لكل الشعوب أكيد حول العالم، وبنفس الوقت نتمنى أنه كل إنسان تتحقق أمنيته طالما هي ما بها ضرر على الآخرين. طبعا أنا هم كذلك إن شاء الله. أول بداية نهاية إن شاء الله عام خير وبركة على الكل، ويا رب إن شاء الله تتم البركة والخير على كل بيت، اللي تتمنى تشتري بيت إن شاء الله تشتري بيت، وتتمنى اللي تتعين أو تتوظف إن شاء الله تتعين وتتوظف. أني هم كذلك نفس الشيء، يعني أنا أتمنى صراحة للكل، يعني مو بس لنفسي أني، أنه كل إنسان عنده أمنية دائما خلي يفكر بالإيجابية. اليوم أنا أفكر بالإيجابية، اليوم أنا أقول إن شاء الله أصير، إن شاء الله أشتري بيت، إن شاء الله أتعين، إن شاء الله أشتري سيارة، يعني هاي الأشياء دائما البسيطة اللي إحنا نتمناها. فدائما أنه الشيء الإيجابي دائما يجذب، فدائما يجذبوا أشياءكم بالطاقة الإيجابية، فكروا بإيجابية. صح. أكيد تنجذب هاي الأشياء. تدري شنو حلو؟ أنه نكتب أنا بداية السنة أو قبلها أكتب الأشياء اللي أتمنى بأن أحصل عليها، وسبحان الله تجيب نهاية السنة تشوفين إذا مثلا أنت عندك خلينا نقول 5 أشياء، واحد من عندهم بس لحد الآن ما تحقق. أكثرية الأشياء اللي أنت مثلا كتبتيها أنه تحققت، ليش؟ لأن دماغك يبدي يشتغل على أنه أنا كتبتها، إذا أنا عارفة شنو اللي أريده فأبدي أشتغل عليه حتى أحصله، وهي كلش طريقة جيدة. بس أحب أعطي نصيحة، لأنه صار فد موقف ويا فد شخص قالوا أن إحنا كتبنا فتشغلة بها سوء لأسماء أشخاص معينين، وسبحان الله انقلب هذا الموضوع على الشخص اللي كتب النية السيئة. فدائما أنتم خلوا نيتكم طيبة من تكتبون الأشياء. لأمرات أشخاص يظنون بالكتاب أنه أنا حكتب نية عاطلة على شخص، أنه أنا مثلا راح أذيه أفرح. شنو القابلية صراحة أنه الإنسان دكتورة عنده نية يعني صدق بداية السنة؟ يعني الواحد هذه الطاقة يوظفها لنفسه، انه انا اريد وانوي هيك اسوي واتمنى هيك يصير. يعني طبعا اذا هو بهاي النية اكيد راح ينقلب السحر على الساحر مثل ما يقول. يعني فاهمين انه اي شيء يكتبه يصير. لا شوفي انا عندي صندوق غير هاي المفكرة اللي تعرفوها وحاكيه بها قبل هواية. الصندوق خلينا نتعلم. هذا الصندوق أنا صار لي عندي 4 سنوات. زين. اكتب بي شيء أنا حابة أحققه وحابة إنه أوصل إليه خلال هذا هاي السنة. يعني انه اعمل بي مثل ما يقول. يعني يختلف عن الدفتر، شنو الفرق بالصندوق؟ أيه؟ الدفتر بتفاصيل. شلون راح اسوي يا شهر اتوقع انه امشي بي، شنو يعني اكو ديتيلز هوايه. أوكي. اكو احتمالات اذا هذا ما صار مثلا راح امشي بفلان شغله. لازم تطيني الفكره مال بالوصف. يعني اكو فد شلون اكو مرونه بي اكثر، حاطه هيك احتمالات او كذا. لكن هذا امنيه هي تكون مجردة، يعني أمنية من كل قلبي أنه أنا جملة واحدة. زي. كلش قصيرة. طيب. مثل يعني على سبيل المثال أنه أنا كتبت شهر 12 السنة اللي فاتت أنه هذه السنة أريد أكتب كتاب جديد، والحمد لله هذا الشيء صار ويعني حققته ويعني تم بنجاح. لكن هذا مثال أنا طرحته، أكتب أنه أنا أريد مثلا هاي السنة أريد أسافر فلان مكان، أريد أفتح فلان مشروع، أريد أوفر هالقد مبلغ من المال. الدفتر أمشي بهذه الخطة، شلون راح أوفر هالقد فلوس مثلا من كل شهر كذا. هاي مثال دا أضربه حتى تفهمون الفكرة شلون. دكتورة لا أنا عكسش صراحة، أنه أنا قبل تقريبا 10 سنوات بهذا الموضوع فالتقيت بأحد الصديقات اللي من يعني مو عراقيه من الدول العربيه، فقاعدين نسولف بعد تقريبا 5 ايام من راس السنه، فقالت انت شنو تسوين انت براس السنه؟ قلت ما اسوي شيء، نحتفل وكريسماس والشجره. قالت بتكتبين امنيه؟ قلت لها لا الصراحه ما اكتب. قالت جربي السنه. قلت لها شلون؟ قالت كتبي الامنيه بكارت بس كل ما حد يقراها وعلقيها بالشجره، والصبح اول ما تقعدي شاف الفضول مال كل الا يقرون شو مكتوب. عفيه علقيها بالشجره اغير علقيها بالشجره، والصبح اول ما تقعدين يعني حاولي فد مي يعني وشمريها بالمي. فصراحه خليني اقول لكم يا صار 10 سنوات الموضوع، بعد لازم يعني افيد غيري مو بس افيد نفسي. فصراحه يعني كل ما اكتب شيء الحمد لله والشكر يعني براس السنه
يعني السنه الثانيه هو متحقق هذا الشيء. نكتب ان شاء الله كليتنا راح اعلق هالقد امنيات. امنيات هي امنيه واحده دكتوره. حتى اي وحده فيهم تضبط ما يخالف، مو واحد لازم ما يصير طماع دكتوره. الحمد لله بس يقولك رب العالمين كريم، ويعني احنا نحب الكرم اكيد ندعي رب العالمين. متعلقه بالصندوق مالتي لحد الان ان شاء الله. طبعا اكيد مشاهدينا نتمنى لكم بان تتحقق يا ربي كل امنياتكم ان شاء الله.